بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد ابن زرارة. فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين للمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبوه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، اللي هو المربد يعني. رسول الله صلى الله يظهر أن المكان كان فيه أشياء متعددة، جزء منه مربد اللي هو المكان زي مخزن مخزن وجزء منه كان قبور مشركين، وجزء منه خرب أشياء، فكل المساحة دي ضمت يعني. قال: فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس. جعل رسول الله قبلة المسجد إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد ابن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء اللي كان بيصلي فيه بعض الرجال من المسلمين كان يصلوا فيه الجمعة، الظهر، قبل أن تفرض، قبل أن يصبح مسجدا. قال: وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، يعني 50 متر تقريبا. إلى الآن حدود المسجد النبوي معروفة في مسجده الحالي صلى الله عليه وسلم، حدوده طبعا المسجد اتسع أضعافا مضاعفة، لكن حدود المكان حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لأن بعض أهل العلم يرى أن تفضيل الصلاة بألف صلاة إنما في حدود مسجده فقط صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المسجد كله داخل جدران المسجد، مهما اتسع الصلاة فيه بألف صلاة، وكله يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك في أحاديث الدجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال أن الدجال ينزل بالسبخة، الأرض اللي هي المملحة خارج المدينة، قال: فيقول، فينظر إلى مسجدي ويقول: هذا مسجد أحمد، ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض. إذن الرسول هيطلق على أو أطلق المكان على المسجد كله، وأنه قال مسجدي يومئذ، ولم يكن كذلك وقته صلى الله عليه وسلم. ده دليل على ان المسجد مهما اتسع وطالما له جدران فهو مسجده عليه الصلاه والسلام. اما الساحات المجاوره فهي طالما ليست داخل الجدران ليست كذلك. الساحات دي طالما المسجد له ابواب وجدران هي دي اللي يحرم ان تدخلها الحائط، ويحرم فيها البيع والشراء، ويحرم فيها وضع النجاسات. ولذلك هم حاطين دورة المايه فين؟ في الساحات اللي بره، ان هذه اماكن نجاسه ليست داخل المسجد. ما هو ما يعني ينبغي على الانسان ان يجتهد حتى يعني يدخل داخل جدران المسجدين،
كلمة المسجد الحرام مش الأرض الحرام، اسمه مسجد الكعبة، ده البقعة المخصصة للصلاة. المسجد النبوي البقعة المخصصة للصلاة، له أحكام خاصة، له أحكام. اللي بره دي يجوز تؤجر وتقضى فيها الحاجة، وبتبقى فنادق قد يعني وبيوت، وتبقى فيها الحائض والجنوب، ويعاشر الرجل امرأته. مش هي عشان داخل حدود الحرم المكي او المدني تبقى لها الحكم؟ المسجد هو البقعة المخصصة للصلاة. الحتت اللي هي مش مخصصة للصلاة اللي بيتجوزوا فيها مرور الناس، ووجود النجاسات كما ذكرت، والبيع والشراء، كل الكلام ده وارد في الساحات. فلذلك على فكرة يعني مشكلة الساحات في الحرمين ان الناس بتاخذها في الحرم المكي بيفترشوا الارض اول ما يوصلوا للساحات، وربما للطرقات المقاربة، ويبقى جوه المسجد في اماكن فاضية. فاجتهدوا ما استطعتم ان تدخلوا الى داخل جدران المسجد بتوسعته. مكة كلها حرم يعني ارض حرام، يعني ارض يحرم قطع شجرها وعض شوكها وتنفير صيدها، يعني يحرم فيها اشياء معينه، مش انها كلها حرم بمعنى مسجد. طب انا اسال سؤال دلوقتي، هو يجوز الراجل يعاشر زوجته في الفندق اللي قدام المسجد ولا لا؟ يجوز قضاء الحاجه؟ طب هل يجوز قضاء الحاجه جوه المسجد؟ طيب الفضيلة في البقعة المخصصة للصلاة، والرسول قال لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا ومسجدي الكعبة والمسجد الأقصى. طب ينفع أشد الرحال لمسجد فقيه مثلا اللي في العزيزية؟ في رواية مسلم في ده مسجدي الكعبة، ورد عن مسجد الحرام طبعا، بس ده اللي يفسر ده أنه مسجد الحرام اللي هي الارض الحرام كلها هشد لها الرحال من غير ما اروح الكعبه، ولا هشد الرحال عشان الكعبه؟ عشان الكعبه طبعا. ها؟ ما اتصال الصفوف عشان صحه الصلاه، مش عشان فضيله المكان. المكان فضيله جوه الجامع. ها؟ يوم ما المسجد يبقى له جدران ووسعت يبقى له الفضيله. اللي عايزين تاخدوه اعملوه بقى، انتوا حرين، انا قلت لكم اللي عندي. المشايخ اللي بيقولوا ان كله حرم وكله زي بعضه، خلاص انا اقول لا يمكن ان تكون البقعه حول الكعبه المخصصه للصلاه مثل الطريق الذي في اجيات. يصلي في الفندق ورا الامام بتاع الحرم، ينفع ورا الامام؟ ايه ده؟ لا 11 ساعة وشوية، بقول خمسة. اللي ربنا احنا بنتكلم على الفضل، الفضل فذلك فضل لا يؤتيه ما يشاء. قال والجانبين، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه. يعني المسجد شبه مربع أو مستطيل استطالة خفيفة. وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا وأطهر. أخرجه بنحوه البخاري. هذا فيه يعني فضيلة بناء المسجد في المساجد، وفضيلة المشاركة فيها بالعمل بنفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم كونه كان ينقل اللبن والحجارة دليل على مشاركة القائد لأتباعه في الأعمال الشريفة، ولو كانت عند الناس قد يمتهنونها، لكن أي شرف أعظم من شرف بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. قال وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن،
ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. حث القائد أتباعه على العمل بالأسوة أهم من حثه لهم بالكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كونه يشارك بنفسه ويحمل اللبن ويثني على من يحمل، لما كانوا يعني عمار رضي الله عنه كان يحمل لبنتين لبنتين، وكان الناس يحملون لبنة لبنة، فقال: ويح ابن سمية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: ويح ابن ويح عمار، تقتله فئة باغية. ويح دي كلمة توجع. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، يعني عكس القبلة الحالية، وجعل له ثلاثة أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عموده الجذوع، جذوع النخل كثير الأعمدة، وسقفه بالجريد. وقيل له: ألا تسقفه، يعني باللبن يعني؟ فقال: لا، عريش كعريش موسى، يعني العريش ده اللي هو بيعمل بالجريد. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجريد والجذوع، يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان سقفه بالجريد والجذوع ومبني باللبن. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه، في جهة الشرق جهة القبلة، وهو مكان حجرته اليوم، اللي هي المسمى بالمقصورة، بس المقصورة الحالية أوسع من حجرة عائشة، إنها ضمت إليها عدة بيوت أخرى من بيوت زوجاته، وكذا بيت فاطمة اللي هو مؤخرة المقصورة الحالية، وكذلك ضمت المقصورة الحالية الجدار الخماسي الذي بناه التابعون لما اتسع، أو الصحابة التابعون لما وسعوا المسجد زمن إمارة عمر بن عبد العزيز للمدينة، لما احتاجوا إلى أن يوسعوا المسجد من جهة القبر، فبنوا جدارا خماسيا، المثلث بتاعه في عكس اتجاه القبلة حتى لا يستقبل أحد القبر، واتسع المسجد من حول القبر. وبعدين المقصورة دي لما اتعملت بعد كده ضم أصلا جزء من المسجد الأصلي، وأصبحت مستطيلة داخل أو تكونت المقصورة الحالية. يعني الجدار الحالي ده يشمل مساحة أوسع بكثير من غرفة عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة. مصيبين في اجتهادهم ده، لا يوجد أحد من أهل العلم فيما أعلم ينهى عن الصلاة في المسجد على وضعه الحالي أبدا، أو يلزم وجوبا بأن يخرج القبر منه، وذلك لأن المسجد له خصوصية والقبر له خصوصية، والحقيقة أن المسجد اتسع حول القبر وبقي القبر قبرا، والمسجد هو المسافة الخارجة منه، يعني القبر ده كأنه حاجة مستقلة. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس ابن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. يعني المجتمع الإسلامي قام على عدد محدود من الصحابة الأوتاد رضي الله تعالى عنهم، 45 مهاجر و45 من الأنصار، وهؤلاء عمدة
السابقون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. العبرة ليست بكثرة العدد، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، يواسي بعضهم بعضا، يرعى بعضهم بعضا، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام. كان في أول الإسلام، لا اللي تمت المؤاخاة، رؤوسهم يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. روى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثة، إما ترك الوالدين والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قالوا: الذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث. يعني إيه اللي نسخ من هذا الميراث وبقيت الأخوة، الأخوة المبنية على الحب والنصح. ويوصي له، قال ابن كثير، وأقول في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، عاقد الله من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وروى ابن أبي حاتم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان، فواخيناهم ووارثناهم، فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد، وآخى عمر رضي الله عنه فلانا، وآخى عمر رضي الله عنه فلانا، وآخى عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير رضي الله عنه: وواخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعلته، فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرام، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا. قال: وقد قيل، قال ابن القيم: وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه. كل هذه ضعيفة جدا. اللي هو أنه أخ عليا لنفسه ومؤاخاة المهاجرين بعضهم بعض، كلها ضعيفة. والحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت أخي في الدنيا والآخرة، اتهمه في سنده جميع بن عمير، اتهمه ابن حبان بالوضع، وقال ابن عمير: كان من أكذب الناس. إذن المؤاخاة الصحيحة هي بين المهاجرين والأنصار فقط. والثبت الأول اللي هو الثبت الأول كان القيم أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار
وقرابة النسب عن عقد مؤاخاه بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة، كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. اللهم اجعلنا من إخوان رسولك صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم: أنتم وإخواني الذين لم يأتوا من بعد. قال: فللصديق من هذه الأخوة، يقول هذه الأخوة أخوة الإسلام وإن كانت عامة، فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة أعلى مراتبها. فالصحابة لهم الأخوة وميزة الصحبة. يعني كلمة أنتم أصحابي ما ينفيش نوم إيه؟ إخوانه. المقصود بها أنتم ليكم عالم آخر، اسم آخر أخص بكم، وهو الصحبة. يعني لو نقول الأخوة دائرة واسعة والصحبة دائرة إيه؟ أضيق منها جواها. وأخص الصحبة والأخوة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني لو قيل من أخوه وصاحبه اللي هو قال عليه الصلاة، قال: ولكن أخي وصاحبي. ومزية قال: فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود. ده تأسيس المجتمع المسلم، أول حاجة فيه ليه؟ المسجد. تاني حاجة ايه؟ الأخوة. تالت حاجة معاملة غير المسلمين للهدنة والصلح والموادعة. وكتب بينه، وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، لما يسمى بوثيقة المدينة. نذكر بعض تفاصيلها. يعني العهود دي، قال: وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر. أخرج البخاري من حديث أنس، وفيه: فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. هو سأله عبد الله بن سلام رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسئلة فأجابه، فكان لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان. عبد الله بن سلام هو أحد هذين الرجلين، يعلمان هذه الأشياء من كتبهم. فشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وأخبره بذلك، فأمره أن يختبئ، فأرسل إلى يهود فقال: ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال: رأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فقال: رأيتم لو أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فقال: رأيتم لو أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا: شرنا وابن شرنا. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع
وبنو النضير وبنو قريظة وحاربه الثلاثة فمن على بني قينقاع، لكن أطلقهم رعاية لعبد الله بن أبي بن سلول تأليفا له، ولكنه كان مرض على النفاق في شفيدة، وأجلى بني النضير وقاتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر. قال ابن القيم ثبت عنه أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه وسنده قوي. أخرجه النسائي سند صحيح وحسنه الحافظ في الفتح. معنى وهم يد على من سواهم النصرة والمعونة من بعضهم لبعض، تتكافأ دماؤهم، يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع والكبير بالصغير والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والرجل بالمرأة. يعني الكلام ده في الايه، في قتل العمد. وإذا كان المقتول شريفا أو عالما والقاتل وضيعا أو جاهلا لا يقتل، والقاتل وضيع أو جاهل لا يقتل به غير قاتله على عادة أهل الجاهلية، على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية. ولغاية النهاردة عادة أهل الجاهلية يقولهم ده قتل كبير العيلة، يجيب لنا واحد صايع مثلا زي ما يقولوا. لا، ده هو المسلمون تتكافأ دماؤهم. أهل الجاهلية كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل، وما زالت فأر الجاهلية موجودا، يجيبوا أكبر راس حتى لو كان رجل صالح وليس مشاركا في القتل ولا راضيا به، يقتلونه لأجل إغاظة العائلة والقبيلة المخالفة. وقوله يسعى بذمتهم أدناهم معناه أن واحدا من المسلمين إذا أمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه، دم الكافر ده، وإن كان هذا المجير أدناهم، كأن يكون عبدا أو امرأة أو أجيرا، ولا تخفر ذمته، يعني تنقض الذمة وينقض العهد والأمان. ولذلك أدناهم أيضا الفاسق، لو أن فاسقا أمن كافرا فدخل ذلك الكافر بلاد المسلمين بعهد هذا المسلم فإنه لا تخفر ذمته. من أخفر مسلما يعني نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. سبحان الله. إذا كان هذا في عهد مسلم لكافر، من أخفره كان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فكيف في عهد مسلم في نفسه أو أهله أو إخوانه؟ زي قضية نقض العهود والغدر، هو والعياذ بالله من أفظع الصفات المستوجبة للخذلان.
قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني لا يقتل مؤمن بكافر، ده أمر عام جمهور العلماء عليه، حتى لو كان قتل عمد يعذب، إلا الحنفية فإنهم قالوا أن المسلم يقتل بالذمي والمعاهد، والجمهور على أنه يعاقب عقوبة بليغة ولكن لا يقتل مؤمن بكافر. ولا ذو عهد في عهده، عشان ما حدش يفتكر أن معنى لا يقتل مؤمن بكافر أن الكفار المعاهدين خلاص بقى خدوا راحتكم فيهم مش هتتقتلوا. لا، لا يجوز أن يقتل ذو عهد في عهده، هذه جريمة كبيرة من الكبائر. ولا دعاء، قال: ولا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنا أخطأت في التخريج، التخريج اللي فات ذمة المسلمين واحدة، ده رواه البخاري ومسلم، والحديث اللي قلناه دلوقتي للمسلمين تتكافأ دماؤهم هو الذي أخرجه أبو داود بسند قوي، الحديثين صحيح. وثبت عنه أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح من حديث عمرو بن عبسة. قال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. وفي لفظ: أعطي لواء غدر، أعطي القاتل لواء غدر، فضلا يؤمن طائفة. وقال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. اللواء ده يعطى، يوضع فين؟ يوضع على فتحة الشرج على عورته، فضيحة له، يعرف به، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. أخرجه البخاري. قال لفظ عند مسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. الأمير الكبير غدره أفظع، نعوذ بالله من الغدر. للأسف الشديد أن السياسة في عالم السياسة اليوم ومنذ زمن لا يعرف الناس فيها هذه الأخلاق الشرعية، بل هي إنما تقوم على الكذب والخيانة والغدر، إلا من رحم الله. أو الإعلام فعلا. قال: ويذكر عنه أنه قال: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه، وسنده حسن في الشواهد، وآخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير، وسنده قريب من الحسن وله شواهد. ما نقض، حديث حسن: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستكمل تفاصيل معاملة صلى الله عليه وسلم في الأمان والعهد مرة قديمة إن شاء الله.